ينجح معها، ولكن هناك في لا ما نقول هو مضاعفات ولكن آثار جانبية. أي بعتقد لأنه على الأغلب الناس ما بتقرأ التفاصيل، لأن لازم واحد يفهم بالضبط ليش عم نعمل هذا ويؤمن فيه ويشتغل فيه. فالأخت هي طبعا خربطت بين النشويات والبروتينات. النشويات هي سكريات والبروتينات مختلف. البروتينات نجدها في اللحوم، في السمك، في الدجاج، في الطيور، وفي البقليات مثل الفول مثلا. بينما النشويات هي كل أنواع الخبز والمعجنات والسكريات والحلويات. هذه هي يجب تجنب كل أنواع السكريات والحلويات والمعجنات أثناء هذا الريجيم. نعم. اثنين، ده أبدأ المرحلة الرابعة عشان تعرف. المرحلة الرابعة لهذا العلاج هو أنه الإنسان بس يتعلم ويجد جسمه كيف قديش كمية الكربوهيدرات اللي بيحتاجها، 20 جرام 25 جرام، حتى يضل مستوى الوزن عنده واطي. هي لازم يكون عملية تغيير حياة. أنا بدي الناس تبطل تأكل حلويات وسكريات إلى الأبد، أنا هذا رأيي. ليش بيصير عندها إمساك؟ لأنه ما عم تأكل خضروات مع الأتكنز. ممكن السبانخ، الملوخية، البامية، كل شيء أخضر، الجرجير، كل هذه لما تأكلها بشكل فريش ولا مطبوخة؟ فريش ومطبوخة. أوكي. حتى البندورة يعني، بس ما تكتروش كتير بندورة. البندورة المطبوخة مفيدة أكثر من البندورة الفريش، لأنه بيصير تفكك بعض الإنزيمات بتسبب تعطي أنتي أوكسيدنس. مش مهم. فالمهم الأخت ريم، ضروري جدا أنك تحاولي تلاقي أما كتاب الدكتور دشتي اللي من الكويت بالعربي مكتوب، أو تلاقي كتاب مترجم للدكتور أتكنز. فبتلاقي فيه رح يعطوك التفاصيل المراحل الأربعة هذه، وتعملوها واحدة واحدة. وفي الواقع الدكتور دشتي عنده على الانترنت، اذا بنقدر نعطيهم هيز ويب سايت، ممكن الناس تروح، لان مكتوب كل هاي التفاصيل اللي بتحتاجها بجاب على دكتور. يعني بالنسبه، هي ذكرت انه وزنها، ريم من عمان ذكرت انه وزنها 100 كيلو جرام. 100 كيلو بيزيد 5 كل شهر. نعم. يعني نعم. بالنسبه للي عندهم وزن جدا كبير، يعني هل تعتقد انه هاي الحميه تخفف فقط، يعني هي الوحيده اللي ممكن ان تخفف من الوزن، ام هناك امور اخرى مثلا كالعمليات الجراحيه التي تساعد بشكل او باخر؟ لا تساعد. كيف؟ لانه العلاج، اتحدث عن شفط الدهون، يعني كل هاي مضره ما بتفيد، وهي مؤقته. لانه الانسان ما دام متعود على طريقه اكل وطريقه حياه معينه. اوكي. يعني انا شفت في الواقع، كان مريض كويتي صار، كان جاي مرتين ثلاثه على الكرومل هوسبيتال وهو سمين، ويعمل شفط وكل سنه بيرجع. لكان لانه هذا حل مؤقت وغير جذري. الحل الجذري انه نلاقي شو سبب السمنه. سبب السمنه اكل السكريات والنشويات بكثره، بتخلي الانسولين. طيب عرفنا السبب، مخربط. بس السبب ما حيلغي الوضعيه. لا بلغي، لانه بس توقفي اكل السكريات والكربوهيدرات. 50% من الناس اللي عندهم سكري ببطلوا يستخدموا ادويه لعلاج السكر لما وقفوا اكل السكريات. اوكي. يعني في حالات يعني ناس نزل وزنهم حوالي 120 باوند، يعني حوالي 60 كيلو. يعني هل هذا يكفي ولا يحتاج الى رياضه، ممارسه الرياضه مهمه جدا. شكرا انك ذكرتيها. الرياضه مهمه لانه الجسم بحاجه للرياضه، وبنفس الطريقه بيخلي النشاط يصير عند الانسان احسن، والفتنس والى اخره. لكن حتى بدون رياضه ممكن ينقص وزن الواحد، بس النقطه الاساسيه انه لازم يصير تغيير جذري في تفكير البشر. بالضبط. احنا صرنا تغيير 50 سنه. بالضبط. 50 سنه غاسلين مخنا انه هذا الحلو ما في اطيب منه، اصبحت جزء من ثقافتنا، العادات والتقاليد والثقافه 100%. فانا بعطيك مثالي. انا بديت قبل 5 سنين. زين. فيش ناس بزورهم، فيش عرس بروح له، فيش مطعم بدخل له. زين. لما حاطين اكل مشكل بشوف وين في لحمه وباكلها.
شوية خضرة شوية سلطة إلى آخره، ما بتقرب على الحلويات ولا حلويات ولا رز ولا بطاطا ولا خبز. فالناس اللي أصحابي بيعرفوا بيعملوا الستيك بيعملوا كذا، لأنه الإنسان لازم إذا أنت ما بتحافظ على صحتك مين بده يحافظ على صحتك؟ أنا